مستوى بلدية كان الزورة هي مخصصة للمنطقة الصناعية. هنا درنا اقتراح انشاء في برنامج 2024، اقترحنا 6 ابار اللي تكون كافية حسابيا انه لما تكون المنطقة الصناعية تشتغل بأقصى حد لها بحساب جميع الاكتيفيتي تاع المحطة او حسب الاحتياجات تاع المحطة اللي قمنا بحسابها. الان تقدير او تقييم اللي شفنا مع الوزاره قال لك اذا ممكن ناخذ جزء فقط من الاثار، لانه هم عندهم كذلك علم انه المنطقه ما حاش تشتغل في اول يوم بكامل طاقتها. اتفقنا وعاودنا للفيش تكنيك وقلنا دوموندي 3 فواش. في الاول دوموندينا 1,646,000، والان عاودنا دوموندينا حوالي نصف 900,000,000 دينار جزائري. راهي المنطقه وحنا ان شاء الله في هذا الاقتراح اذا جانا راح يجينا في شهر شامبيون ماشي اذا تم قبوله. هذا من ناحيه في البرنامج العادي 2024 ولي باقي مناطق الولايه، اقترحنا كذلك عمليه لانجاز حوالي 4 ابار عميقه كبرى اذا ان شاء الله تستفيد منها المناطق اللي اكثر احتياج للماء في الولايه.